بغض احنا النظر شفنا عن السبعات في القائمة ال 44 كانت لكوكا كوكا واحمد ياسر وكريم ريان. حافظ واحمد ياسر ريان، وشفنا تواجد احمد حمدي مثلا، يعني متوقع احمد حمدي يكون موجود؟ احمد حمدي ممكن يكون موجود، لان خدي بالك ده له علاقه بفكره كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال كان بيلعب في بيراميدز 4 3 3، كان بيحط عبد الله السعيد 8 ناحيه الشمال عشان هو لعيب دريبلر ولعيب بصير ليقوم بيقوم بدور كرييتر في نص الملعب. يعني احنا مثلا ممكن نقول الاسامي مع بعض، نص الملعب بس، حتى نص الملعب فيه امام عاشور، احمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل دونجا، مهند لاشين، كناريا، مجدي قفشه، محمد ابراهيم، احمد عبد القادر، وتريزيجيه، وحمدي فتحي، وعمرو السولية. وهينضم لهم في الفتره اللي جايه بعد فتره قريبه حمدي علاء. حمدي علاء مش في المعسكر، حمدي علاء سموحه، حمدي علاء سموحه هيخش مع كابتن ايهاب جلال. انا كان واحد من اللعيبه، واحد من اللعيبه اللي كان نفسي كمان ينضم، واكيد هيبقى يعني كابتن محمد شوقي كان بيتكلم من كام يوم ان المنتخب القائمه بتاعته كانت 77 لعيب اصلا، وهم بعتوا الانديه وطلبوا ان هم يجهزوا ورق ل 77 لعيب، وفي الاخر هيفلتروها ل 44 وفي الاخر هتفلتر ل 25 هتفلتر ل 25. فزي ما عمر قال ده قائم المنتخب والباب مفتوح. محمد رضا بوبو كمان لاعب فيوتشر، واحد من اللعيبه الممتازه اللي برده بتجيد في مركز 8. فاعتقد اللعيبه دي كلها يبقى عليها سبوت كبير، وفي لعيبه زي ما انت بتقولي هيبقى فيهم استفاده كبيره دايركت على طول لمنتخب مصر، زي ما عمر قال على حمدي علاء. ما بتجاوبوش؟ لا 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 هجاوب لك بس لا لا ما تقلقيش. يعني مثلا في مجموعه خط النص انا من اللعيبه اللي انا شايف ان هم هيبقى لهم تواجد كبير جدا مع كابتن ايهاب جلال، امام عاشور. امام عاشور هيحل كتير جدا لكابتن ايهاب، كابتن ايهاب جلال في حته المركز رقم 8. خالد الغندور، كناريا، يعني بشوف ان هم خالد الغندور وكناريا تحديدا هو جايبهم يشوفهم، جايبهم يوجه لهم رساله. لكن لو انت عايزه من مجموعه خط النص دول الاربعه او الخمسه او السته، لو قلنا ان هم سته اللي هيكملوا، انا بشوف ان امام عاشور هيكمل، النني هيكمل، دونجا هيكمل، لاشين هيكمل، قفشه هيكمل، تريزيجيه، وحمدي فتحي، احمد عبد القادر، ومحمد ابراهيم، ممكن يتبص عليهم، ممكن يتبص عليهم محمد ابراهيم واحمد عبد القادر، لكن القوام كبير قوي. وممكن في ناس تتحسب على مجموعه الهجوم اصلا، يعني عبد القادر ممكن يلعب، ممكن يلعب وينجر ناحيه الشمال، ممكن يتحسب على مجموعه الهجوم. لكن خلينا نتكلم في مجموعه السته والثمانيه، لو هنختار سته وثمانيه في مركز سته على طول مباشره وانت مغمضه، حمدي فتحي هيبقى موجود، دونجا هيبقى موجود، السوليه هيبقى موجود، النني هيبقى موجود. هرجع لك في الهجوم دلوقتي، بس اسال اسلام نفس السؤال. اسلام في نص الملعب شايف كابتن ايهاب جلال هيعتمد على مين في قائمته؟ يعني شايف امام عاشور، النني، دونجا، مهند لاشين، حمدي فتحي، السوليه، احمد عبد القادر باعتباره واحد من الاسماء اللي موجوده في نص الملعب، بقول احمد عبد القادر. انت ما قلتش تريزيجيه؟ لا تريزيجيه طبعا، لا لا احنا بره المحترفين، لا ممكن اقول لك في الاسماء كثيره الناس هتتحسب. طب حمدي فتحي موجود؟ طبعا حمدي فتحي والسوليه موجود، عمرو السوليه طبعا، برده احمد عبد القادر، برده انت ومحمد ابراهيم شايف ان هو انا شايف ان هو ممكن ما يبقاش موجود حسب طريقه لعب كابتن ايهاب، يعني ممكن ما يبقاش موجود، وممكن ساعتها يبقى فيه بريفرنس لقفش عليه، لان قفش بدا يلعب مع موسيماني مركز 8، المركز اللي كابتن ايهاب بيحب يلعب 3 في النص. هي حسبتها كده هيلعب جناح، الحته اللي في الجناح اللي قدام مقفوله شويه، هيلعب 8 الجناح الشمال عندنا ده هاخد قفش عليه، يعني